أعزائي المشاهدين، في أعقاب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك عادت الحركة مرة أخرى للأسواق، وإن كانت هناك بعض الأسواق لم تتأثر ولم تتوقف في أيام أو خلال أيام العيد، لأن يعني تؤدي خدمة على مدار السنة وعلى مدار اليوم للمواطنين، من بينها الشوادر. النهاردة بنشوف مع حضراتكم حركة البيع والشراء في أعقاب عيد الأضحى المبارك من داخل شادر مدينة أسوان للخضر والفاكهة. الحاج عبد الرحيم الإسناوي أحد كبار تجار سوق الجملة، النهارده في أعقاب عيد الأضحى المبارك، يعني هل أسواق الجملة دي بتتأثر بالمواسم والأعياد ولا بتتوقف ليوم يومين حتى تستأنف العمل مرة ثانية؟ بالتأكيد إن كل اللي روح بلده وكل المزارعين معيدين والسواقين معيدين، بالتأكيد بتاخد لها يومين بعد العيد أو ثلاث أيام بعد العيد راحة، يعني حتى الشغل بيبقى تدريجي بيبقى من بعد العيد. يعني تاني العيد تدريج شويه، تالت العيد وبعد كده يستمر الاستمرار العادي المعتاد بتاعه. هي لكن على انه الحركه بعد حركه النقل لما بترجع وتعود مره تاني بتبدا تغزل الاسواق هنا بالظبط حضرتك بالظبط تدريجيا بتبقى الحكايه. شايفين يعني ما شاء الله المواسم، احنا بنتكلم عن المواسم والسلع الموسميه المهمه النهارده المانجا، هل بالفعل بدا الموسم بتاعها في التوقيت المعتاد ولا تعتبر بدري شويه ولا تاخرت شويه؟ لا بالنسبه للجو الحر اشتغلت شويه بدري، والناس المزارعين كان مستعجله برضه يشتغلوا بدري حتى تحس لك الحاجه مره خدت طعم مش اللي هو مش طعم مش كويس كان الاول، لكن النقطه بعد 15/6 نزلت فيها بيسموها نقطه بالبديه متوارث من زمان، من بعد 15/6 بتبقى المانجا في نزلت فيها الطعم شويه السكريه. بالظبط. طيب ايه نوعيه المانجا اللي مطروحه حاليا في السوق هنا في اسوان؟ مصادرها جاي من فين بس؟ يعني من حوالينا من الجزر ومن بنبان ومن فارس من دراو من إتفو من كوبومبو، في كمان في الزراعات الشاطئيه فوق في الجبل في مستثمرين مزارعين حياه اجنبيه، يعني ثمار اجنبيه من منجا اجنبي زي التومي زي الكيت زي الكنت زي كده. يعني يعتبر ده كله انتاج محلي هنا، انتاج اسوان. اسوان بس كل مره بنيجي اسوان معظم السلع بتيجي من بحري. لا أسوان بس بعد شهر أو شهرين بيشتغل سوهاج أسيوط، بعدين من نجح حمادي والفيوم، بعد كده إسماعيلية آخر ما إسماعيلية. لسلعة المانجا تحديدا أجود الأصناف اللي يعني على مدار الموسم اللي هي بتبقى أصناف مرغوبة وسعرها مرتفع شوية. هو بالتأكيد العويسي وبعديه بيجي الزبدة، بعديه بيجي الجلوك، بعديه بيجي الصديقة، اصناف زي كده بتبقى كل واحد برضه وذوقه، كل واحد هم الباكوليه بحب ياكل يستطعميه، في حاجات فيها ملح خفيف، الزريعه المنتجات الاجنبيه كلها اغلبيتها ملح خفيف. يعني في حاجه مكتوب عليها زبده وحاجه مكتوب عليها سكريه وحاجه في حاجات مغلفه وعليها تكت، في حاجات بصوره يعني محطوطه في قفاص
اكيد بتختلف نظرا لاختلاف المصادر. بالتاكيد حتى شكلها وطعمها بتختلف، سعرها برضه بيتراوح، السعر بيبقى مرتفع شويه لان عليها اقبال ومنتجها خفيف. زي فصل العويسي بيلاحق 40 60 جنيه 70 جنيه في الاخر. فصل العويسي، العويسي من 20 وانت طالع لغايه 30. اخبار اسعار الموسم ده، هل المانجا نازله زايده يعني ولا نازله متوازنه الى حد ما يعني؟ بالنسبه لاسعار السوق عامه يعتبر الاسعار معقوله برضه، هي يعني هامش بسيط على السنين اللي فاتت. يعتبر بالنسبه للعنب والخوخ واي فاكهه ثانيه ارخص فاكهه. بتتراوح اسعارها ما بين على حسب طبعا درجه والصنف بتاعها. اعلى صنف سعره كام واقل صنف يعني تبدا من كذا وتنتهي بكذا مثلا؟ اعلى صنف العويسي هنا يعتبر جمله ب 25 عندنا. جمله 25 فاكيد الصديقه 17 18، الجلوك 17 18، نقول ثاني التومي الزريعه الاجنبيه بعشرينات اللي فيها الالوان دي اللي زي خد الجميل، فيها التومي والكيت والكنت الياسمينه ده ب 20 برد 22 زي كده. بعد كده بيبقى البلدي معاك الزبده الـ ممكن الهندي اسعار معقوله برضه يعني 12 15 14 زي كده. يعني كل الاسواق تبدا من 20 وطالع بكده. بالظبط من 20 ده للمستهلك بس هو البياع اللي بيبيع حسب اللي قدامه حسب المنطقه اللي هو فيها. بس هو بيحب الشعب يحب اللي يبيع ب 20 5 ب 100 يبيع 2 ب 2.5 ب 50 بيحب يمشي البياع برضه. لان المنتج كتير برضه الحمد لله رب العالمين. يعني نقول ننصح دلوقتي اللي في ناس يعني هوايتها تخزين المانجا، تنصح دلوقتي ولا استنوا شويه المانجا هتنزل برضه ممكن تنزل منها السعر بتاعها يريح شويه؟ لان بتاع البحري بيتحكموا فيها هناك وثمارها حيه وما تسقطش مع السخونه زي عندنا اسوان والنواحي دي. يعني اللي خزن خزن من دلوقتي الزبده احسن احسن من يخزن بعدين. لان البحري بيبقى فيه تصدير بتبقى كميات محدوده في هي اللي بتكون بتودي البلاد كلها ما فيش غيرها. بس بيبقى سعرها برضه زي الايام دي هي. بس لو خزن يجي ياخد من سوق الجمله اسهل احسن يعني هيوفر طبعا اوفر من لو خد من بكتير بكتير بتوقع في القفص ب 17 16 18 احسن ما يجيبها ب 25 من بره. فرق 7 8 جنيه في الكيلو. بالتاكيد. طيب المانجا نقول لحاج عبد الرحيم من السلع الحساسه جدا اللي بتتطلب مثلا عند توقيت معين لازم تطلع، يعني لو قعدت فترة أكبر ممكن يعني تفقد قيمتها أو تفقد بريقها بمعنى صح. فيها روح يعني شوية على 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 العنب على الخوخ على الجوافة فيها روح شوية المانجا. فيها استمرارية وبتخزن برضه في الثلاجة عادي ما بتأثرش في الثلاجة. الموز لو خزنته في ثلاجة البيت ما بيتخزنش، لكن دي تتخزن عادي وتتجمد عادي بتقبل التجميد. ممكن تتجمد عادي ما يهمهاش.
وهي ممكن احيانا انت بتشتريها تكون مستويه، ولا في انواع بتشتريها بتكون مش مستويه خضراء وبتقعد بتستوي بعد كده؟ يفضل مستويه طبعا بالتاكيد، حتى لو حبيت تاكل مني حبيت تخزنها بتخزن بطعمها اللي هو اللي هو على وضع الوقت الحالي. بتعيد تصنيفها مره ثانيه، يعني انت بتشتري كميات بتعيد تصنيفها على اساس تحط بدرجات معينه عشان تدي فرصه للاسعار، ولا زي ما هي جايه بتطلعها؟ هو المزارع من عنده بينظم الشغل برضه، بيجيب الاصناف من عنده، دول 10 زبده، دول 50 جلوك، دول 40 كذا، دول 30 كذا، وانا بديها لمحه كده بسيطه يعني رتوش بسيطه، ابص على السوق وعدل البيع عندي وعدل الشغل عندي. مش ابيع على وضعه ولا اعدله انا، هو جاي ممكن في شويه في قفصه كبيره، انا فضيها في قفصه صغيره. من السلع الاساسيه دلوقتي، يعني الاقبال بدا هيبدا يزيد عليها دلوقتي، احنا بعد عيد الاضحى المبارك بدات تغزو الاسواق وهي من قبل العيد موجوده، يعني نتوقع ليها ان اقبال هيشد عليها يزيد عليها اكثر في الايام اللي جايه خاصه مع الشتاء. اكيد لو ان حلاوه الناس كانت مصدومه، اكلت الناس مصنعه كان ما لقيتش فيها طعم، كان في نسبه حدوق كان الزرع لسه ناقص، لكن دلوقتي الطعم بقي نزل في المنجا. الحمد لله التغيرات المناخيه ما عملتهاش معاكم في المنجا السنه دي، بس اثرت على المنتج برضه، اثرت على الانتاج، يعني الفدان اللي بيجيب 5 طن جاب 2 طن، جاب 3 طن، بس برضه الخير كثير. شويه الهواء اللي نزلوا من كم شهر دول بالضبط حضرتك. بالضبط اثر على الثمره وعلى الزهره وعلى كله، وكسر فروع وكسر اشجار، في ناس اتضرت وربنا كبير بيعوض، يعني الحمد لله يعني الخير موجود الحمد لله رب العالمين. يعني لما طالما الجو حر وبتاع فده ساعد على الناس، الموجود استوى بسرعه بس. استوى بسرعه والمنتج جمع برضه مع بعضه، لان الزراعه بتجمع مع بعضيها برضه. يعني الفدان لو في سيارتين 3 4 5 باظوا مش مشكله، الباقي ربنا بيعوض في الباقي. طب انت بتشتري من المزارع بتكون مربط معاه من الموسم للموسم، في ناس بيروح يدخل الجنينه كلها يشتريها انت كتاجر، وانت بتراعيها وانت اللي بتحفظها؟ لا انا ما عنديش وقت اراعي، في واحد بيكون مندوب او شريك بالضبط، او بيكون ماخذ عمله هو اللي بيراعي، اللي يروح ويحرس الزرع، ولو عايز سماد بيديله، لان بتعوز سماد المنجا قبل الحصاد بشهر، بتعوز سماد عشان تاخذ البهجه بتاعتها والطعم بتاعها ينزل فيها. حاج عبد الرحيم، يعني نقول ان المنجا دي بالذات سلعه ليها يعني خصوصيه في البيع والشراء بتاعها، مش زي اي سلعه بتيجي بتنزل السوق النهارده او انت بتتصل بالمزارع يبعتها لك، معنى صح؟ هو لما بيستوي الزرع عنده بيقول لي اجيب النهارده اجيب بكره اجيب امتى اجيب، انا اقول له النهارده يقطع بعد بكره يقطع، واحنا نسويها عندنا بنسويها في غرفه الثلاجات، بتاخد سخن بس من الساقع، بتاخد زي دفايه زي نظام كمر، او بيكمرها عنده هو الكمر العادي المعتاد القديم. هو احيانا بيفضل انه يعني ممكن هو بيجنيها
وهي خضرة مالكة نفسها عشان لما تتنقل ما تتبهدلش، وعلى بال ما تتعدي وتتهجي وتتجهز للبيع بتاخد يوم او اثنين عنده مثلا بيخزنها في مكان دافى كده شوية عشان الزرع بيستوي مع بعضه. وانت عندك اللي بتلاقيها مش مستوية بتركنها ممكن؟ بركنها عشان بحيث تستعمل معايا بيعها بكرة براحتي، ما تستعجلش على بيعها ولا حاجة. يعني بدي فرصة ان بدل ما يبقى معروض عندك كثير تضطر تبيع بقى بالظبط حضرتك. طيب النهارده شايفك ازاي انت في المواسم ممكن كتاجر تتخصص في سلعة واحدة؟ لان انت تركيزك كله 90% من اللي عندك مركز على المانجا يعني. في برضه بعض التجار بواحد بركز على الطماطم، وفي البعض بيركز على البطيخ، فازاي ده يعني بيدي مساحه انك تعرف كميات اكتر لما كل واحد يتخصص في حاجه معينه. التعامل انك بتتعامل مع العملاء بتوعك حسب العملاء. يعني احنا بنخلص الجوافه الحمراء بنخش على الجوافه البيضاء، بنخلص الجوافه البيضاء بنخش على المانجا وهكذا. بعد كده يشتغل موسم البرتقال، مواسم اللي بيكون فيها الشغل بنشتغل يعني فيها. في دلوقتي في انواع اخرى من الفواكه، يعني في انت عندك الموز وعندك العنب وعندك، بس بيبقى تركيزك اكثر دلوقتي على المانجا. على المانجا عشان موسمها، موسمها وشغلها هي اللي من دولة. وبالتالي هنا كمان اهميه انك تعرض اكبر كم ممكن من الانواع عشان تدي فرصه لل بيكون عندنا الاصناف كلها. بالظبط عندنا الاصناف كلها، اللي عايز يشيل دي يشيل دي بياخد كل واحده وراحته. في ختام هذه الحلقة والتي قدمناها لحضراتكم من داخل سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة أسوان، نشكركم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة قادمة.